ورد في كتاب البيان والتبيين للجاحظ أن بعض أهل العلم كان يقول لا تستشيرن معلما. لماذا؟ لقول القائل وكيف يرجى الرأي عند من يروح إلى أنثى ويغدو على طفلي. هذا معلم الصبيان لا يخلص له من الوقت ما يكفيه للاستزادة من طلب العلم، ولا يقع في مجلسه سؤالات تدعوه إلى زيادة النظر وزيادة الطلب. وكيف يرجى الرأي عند من يروح إلى أنثى ويغدو على طفلي. ولهذا قام الشاعر المفلق إبراهيم طوقان على أحمد شوقي، هذا أحمد شوقي قصيدته العصماء في مدح المعلم، ماذا قال فيها؟ ها؟ قال كلامه وأنشد قصيدته وما مارس التعليم. هكذا تصور المسألة. وشاعرنا الذي سنذكر قصيدته الآن إن شاء الله مارس التعليم، مارس التعليم، فعارضه بقصيدة أخرى على نفس الروي والبحر، قال فيها رحمه الله شوقي يقول وما درى بمصيبتي. هذا كنت كالمعلم مسكين، كلنا المعلمين معروف ندرك المشاكل والفقساء إلى آخره. شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيلا، أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. جميع عدل الصغار. ويكاد يفلق للأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة جهالة وخمولة. حسب المعلم غمة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلة. مئة على مئة إذا هي صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصحيح نفعا يرتجى لم أك يوما بالعيون بخيلا. زعما كل كان الشرح ديالو تيستافدوا منه وكذا، هذا هو المقصد عندنا. ولو أن في التصحيح نفعا يرتجى لم أك يوما بالعيون بخيلا، لكن أصحح غلطة نحوية. من يكون تشرح يعني يصحح اللحون، لكن أصحح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته ومن الحديث مفصلا تفصيلا، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا، يخرج السيبوي من القبر لكثرة استشهاده به، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى. شنو هي النتيجة؟ فأرى حمارا بعد هذا كله يرفع المضاف إليه والمفعولا. لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين الصغار قتيلا، يا من يريد الانتحار وجده إن المعلم لا يعيش طويلا. هذا طبعا غير معلم القرآن، لأن معلم القرآن
ومعلم العلمي الشرعي يمشي في خرافة الجنة صباح مساء ولله الحمد.